أنس والله أنس أنزل أنزل وين أنس؟ ها؟ فين فوق؟ وصل فوق. يلا حبيبي أنس، طب اسمع، كم عمرك؟ 16. ما شاء الله، أبغاك تعطيني رأيك بالله في العطر هذا. خلاص فوق هو أنس، خلاص ما شاء الله تبارك الله. أعطيه، لا أبغاك تشم. والله يا صديق، والله شميته. كيف؟ أعطيني رأيك بكل أمانة. والله 10 من 10. والله؟ والله لو مدحته لين بكرة ما تاخذه. جماعة الخير، نيجي الآن في أهم حاجة عن هذا العطر. كم السعر يا فواز؟ وش ضمانات هذا العطر؟ سعر هذا العطر كان ب 300 ريال. ثبتت السعر وقلت أبغى السعر يكون ب 194 ريال، نفس السعر القديم، وفي نفس الوقت خليت مكسبي بسيط. والله أنا حقا ما أتكلم هذا الكلام، لأن التجار اللي أكبر مني قالوا لي لا تقول كذا ولا تبين للناس وش مكاسبك. لا والله لي مكسب حلو، أنا ما فتحت هذا البراند إلا فعلا أبغى أكسب وبوصل منتج تدعولي فيه. ما عجب ذوقي لا، بس أنا سبحان الله يعني قريب شوية من متابعيني، وأنتم أدرب هذا الشيء، فسبحان الله أحس إنه هذا العطر والله حيناسبكم. إيش تنتظروا؟ أرفع الشاشة وأطلبوا، والله يجعلكم تتهنوا في هذا العطر وفي أي منتج أنزله ولا أي حاجة. يبي خلاص تتهنى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب المصحف حيه. حنش سيب علي، سيب علي. أنت بقولي قهوتي. حنش يعني حنش يعني.